نعم مشاهدينا، رحب بضيفتنا الأستاذة شاه عبد الرحمن إسماعيلي، مدربة تحرير الطاقات الإبداعية. أستاذة شاه أهلا وسهلا. يا هلا فيك وشكرا على الاستضافة أستاذ. الله يسلمك، يا مرحبا بك. بداية أكيد نبغي نتعرف وياك أو نسألك عن القيم والمبادئ التي يجب أن تكون جزءا من استراتيجية النجاح في التربية وتحقيق التميز أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أي استراتيجية أو أي شيء يحتاج مني إلى القيم والمبادئ. القيم والمبادئ اللي يجب أن يكون في عندي الإخلاص، أيضا عندي الصدق في العطاء، عندي الكفاءة، عندي أيضا بإضافة إلى ذلك أنه المثابرة والصبر على الحياة، وأيضا الإبداع والابتكار اللي بيؤدي بعد ذلك إلى اللي هي تحقيق الأهداف. نعم طيب أستاذة، أيضا أهمية وضع أهداف محددة وقابلة للقياس في سياق استراتيجية التربية والتميز. نعم، بالنسبة للأهداف إذا كانت هي محددة، معنى ذلك أنه أستطيع أن أعرف ماذا أريد أن أحققه. بهذه الطريقة أعرف ماذا أريد أن أحقق، وإذا عرفت تحقيقه معنى ذلك أني أستطيع أن أضع خطوات وأطر أيضاً لموضحة، لأستطيع بذلك من خلال ما عندي، ما نقول أنه القياس، أستطيع أن أقيسه وأعلم مدى إحرازي لهذه الخطوات أو لهذه الأهداف، وبعد ذلك أستطيع تحقيقه بإذن الله تعالى. نعم أستاذة شاه، يعني إحنا قبل كنا صغار في المدرسة كانت هناك طرق تحفيزية أيضا كان فيها صرخ بس كانت تحفيزية، لكن صح. الآن في الوضع الحالي والفترة الحالية أكيد ما هي أفضل الطرق يعني اللي تكون لتحفيز الطلاب لتحقيق التفوق أيضا والإنجازات على مستوى التعليم؟ صحيح، هو ما كان في ضرب لهالدرجة، بس إنه صحيح كان ينفع مع مجموعة من الطلاب، كان ينفع مع مجموعة، لكن حاليا نستطيع أن نقول الشيء اللي يساعد زرع الثقة في الشخص، زرع أيضا أزرع فيه قيمة الأمل، أبني فيه الأمل باتجاه التفوق، أعطيه أيضا أزرع فيه حس اللي هي المسؤولية لهذا الشخص، يحتاج إلى مكافآت، يجب بعد كل إنجاز أعطيه مكافأة. هذا لا ينفع مع الطلاب بهذا الزمن أنه لا أعطيه مكافأة، لأنه ممكن يمل من هذا الأمر. أيضا بالنسبة للمعلم، لا يكون روتيني، على المعلم أن يكون متنوع في استراتيجيات وفي الطرق التعليم اللي يستخدمها. الشيء الجميل أنه المعلم ممكن يبدأ مع الطالب بداية. الشيء الجميل اللي أقوم أيضا به أنا كل عام مع طلابي أنه بطاقة تعريفية بالطالب، هذا الطالب ممكن من خلاله أتعرف على هواياته، أتعرف على طموحاته، ومن خلاله أبني حس المسؤولية لديه. طيب أستاذ شاه، كيف يمكن تطوير أيضا بيئة، يعني احنا تكلمنا عن الطلاب نفسهم، تكلمنا عن الأساتذة والمعلمين، أكيد حاليا بنروح للبيئة التعليمية بشكل عام، كيف يمكن تطويرها وأن نجعلها تكون محفزة للطلاب؟ طبعا أنا لما بشجع الطالب بشجعه ماذا؟ ليكتشف، بيكتشف نفسه، بيكتشف أيضا، بيساعده في التعلم. الآن عندي تعلم النشط هو الأساسي في إدارة المعلم لحصصه، هذه بيساعد أنه الطالب من خلال اكتشافه لذاته، وأترك أيضا مجال أو مساحة للطالب أنه يعبر عن رأيه، وكذلك يعبر عن، أجعل العملية التعليمية مرنة بالنسبة للطالب. هذا بيحفز عنده أو بيعزز لديه اللي هو التفكير الإبداعي، ويبني فيه أو يولد فيه الثقة، وعندما يتولد لديه الثقة هذا الشيء أيضا يكبر عند الطفل، وأشجعه على التعلم بشكل أكثر، يحب أو عنده الشغف، كذلك هو نفسه بيكون عنده الشغف في أنه يتعلم ويدرس محتويات الدراسية وأيضا الأنشطة التعليمية، وبذلك أيضا يكون متميز أكاديميا. طيب
أستاذة شاه، ما هي الدورات والورش أو ورش العمل خلينا نقول التدريبية اللي ممكن للمعلم أو للمعلمة المشاركة فيها، وذلك طبعا لتحسين أدائهم وطريقة أدائهم وتحسين وتطوير أيضا الفكر التعليمي أو التدريسي لهم؟ هي دورات متنوعة والوزارة ما قصرت لله الحمد، والحكومة الرشيدة أيضا وفرت لنا، إذا كان من أيضا تأتي لنا بدورات خارجية وليست فقط في دولة الإمارات. الشيء اللي موجود في دورات اللي تحتاج المعلمة أو المعلم يحتاجونها، دورات تكون للتنمية أو تطوير المهني والتخصصي، بإضافة لي المهارات الحياتية إن كان بالنسبة له وللطالب. مثلا بالنسبة للتطوير المهني اللي هو الاستراتيجيات التعليمية، عندك اللي هي التعلم باللعب، الخرائط الذهنية وأشياء مختلفة. بالنسبة للمهارات الحياتية اللي هو تطوير الذات، عندك أيضا صعوبات التعلم، نحن نشتكي أيضا من صعوبات التعلم عند الطلاب وأنماط الشخصيات اللي موجودة عندي، وأيضا التأثير، يعني في دورات خاصة بالإلقاء والتأثير. نحن ممكن كثير من الأحيان أو عندنا معلمين عندهم الإلقاء، عندهم التواصل، لكن ممكن نجد عند البعض قليل جدا التأثير، فهذه أيضا من الدورات اللي مهمة اللي يجب أن نحضرها، ولله الحمد موجودة عندنا بالدولة دورات كثيرة. نعم كثيرة. نعم طيب أستاذة شاه، خلينا نرجع وياك شوي للتربية مرة أخرى. نعم. ونشوف الأدوات اللي أو التقنيات التكنولوجية المتطورة اللي ممكن من خلالها بأنها يعني تدعم استراتيجية التربية. نعم، هذه أيضا تنوعت عندنا، بالذات ممكن تكون دولة الإمارات هي من الدول المتقدمة اللي يجزيهم الخير القيادة الرشيدة حفظهم الله، اللي وفروا لنا من البداية لنكون نحن السباقين مثل باقي مجالات اللي موجودة أيضا في مجال التعليم، أنه نكون دائما سباقين. الشيء اللي استفدنا منه أنه عندي كثير من، وخاصة في فترة الجائحة ظهر هذا الأمر، عندي مدونات صفية، عندي أيضا اللي هي تطبيقات الألعاب، عندي وسائل التواصل الاجتماعي اللي أصبح الآن بالنسبة لنا نحن كمعلمين، أصبح بالنسبة لنا اللي هو دافع وأيضا للمعرفة وأيضا التواصل مع الأهل ومع الطالب أيضا. نعم أستاذة، حقيقة هناك سؤال على الصعيد الشخصي، ما الذي يعيق عملية التربية؟ ماذا التحديات التي تواجه استراتيجية التربية؟ التحديات اللي تواجهنا هي ممكن نجد من جهة أنه ممكن المنهج نفسه ممكن يكون اللي هو أيضا الضعف في في اللي هي الدورات اللي موجودة، أو نقول أنه ليست الدورات تطبيق هذه الاستراتيجيات. نعم. هي هذه اللي تكون موجودة، هذا هو السبب. نعم. طيب الخطوات الرئيسية التي يجب اتباعها أيضا في تطوير خطة عمل فعالة لتحقيق الاستراتيجية التربوية أيضا؟ الخطط كثيرة، سأعطيك مجموعة منها. هل تفيد الكثير؟ تفيد. نعم تفيد. أنا عندي إذا قمنا بتحسين جودة التعليم من خلال تحديد الأهداف، نعود أيضا للبداية والمعايير، أيضا إذا قمنا بتطوير الكفاءات التعليمية من خلال أيضا الدورات التدريبية، أيضا إذا انتبهنا أو اهتمينا أيضا باحتياجات الطالب، احتياجات الطالب ما هي؟ اللي هي طرق التدريس، التحسين من طرق التدريس، وأيضا نوفر له كذلك اللي هي البرامج المتنوعة التي تساعد الطالب أو تساعدهم أو هي تكون مناسبة لاحتياجات كل فرد، وأيضا يحتاج إلى الرعاية كذلك والتكيف مع، نستطيع أن نقول التكيف مع التغيرات والتسارع اللي موجود عندي في هذا الزمن مع في مجال اللي هي التعليم، لأيضا نتغلب بعد ذلك على الصعوبات اللي تواجه. نعم طيب في أي أمر يجب أن يتوقف أو يتوقف تطبيق استراتيجيات؟ هذا السؤال صراحة أنا سألت نفسي أكثر من مرة، قرأت كثير أنه ما بعد التعليم الأكاديمي، لكن أرى أنه هذا الشيء لا يتوقف، كما أن التعليم لا يتوقف،
التربية لا يمكن أن يتوقف، لا يمكن أن تتوقف، لأنه وهي ممكن تختلف من ناحية أنه أنا عززت فيه الثقة، عززت فيه في بداية من عمر 3 أشهر أو نقول من عمر 5 أشهر إلى المرحلة الأكاديمية اللي هي الجامعية، بنيت فيه جميع الأشياء هذه، لكن يأتي دوري بعد ذلك في مراقبة. هذه المراقبة اللي تساعدني في أني أرى ما الإنجازات اللي قدموا لنفسه ولمجتمعه ولوطنه. طيب أستاذة شاه، كلمة أخيرة تحب تقولينها للأهل فيما يخص مشاركتهم الفعالة في تعزيز التربية؟ طبعاً الأسرة لهم دور أساسي، والمدرسة الأولى دائماً مثل ما نقول الأسرة، لهذا المطلوب منا الدعم، التحفيز، التشجيع، وأيضاً تواصل مع إدارات المدارس، لأنه يد الواحدة لا تصفق. نعم، يعطيك العافية. الله يعافيك. حقيقة يعني حوار شيق عن التربية. أنا نحن محتاجين حقيقة مثل هذه المحاور أكيد، والنقاشات التي تفيد أبنائنا الطلبة أكيد، حتى تفيد الأسرة أكيد والمعلم والجميع أكيد بلا شك. يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. تشرفت بتواجدك معي اليوم. الله يعافيك. أتمنى أن تكون هناك لقاءات قادمة أكثر للحديث أكثر عن هذا. إن شاء الله أكيد. الحوار لأنه طبعاً بحر واسع. بحر واسع طبعاً أكيد، لكن يحتاج إلى جلسات أكيد. أكيد. يعطيك ألف عافية. شكراً. الله يحفظكم يا رب. كل الأستاذة شاه عبد الرحمن اسماعيلي، مدربة تحرير الطاقات الإبداعية. شكرا جزيلا لك. والشكر جزيل لكم وللمعدين وأيضا لتلفزيون الفجيرة. الله يسلمك. الله يحفظك. يا مرحبا.